أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا اللقاء الاقتصادي المفصل دائما على رأس ثالثة من أون لايف. نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما نشر في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن اعتزام الحكومة إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود والمواد البترولية خلال العام الحالي. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية التي أكدت أن أسعار الوقود كما هي لم تتغير، وأنه لن تكون هناك أي زيادات جديدة في أسعار الوقود والبنزين خلال العام المالي الجاري 2017-2018. أيضا نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما أثير من أنباء تفيد بارتفاع أسعار السلع التموينية داخل المجمعات الاستهلاكية، مشيرا إلى أن الخبر عار تماما عن الصحة. وذكر المركز أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي أكدت أن أسعار السلع التموينية كما هي دون أي زيادات، كما أن الكميات متوفرة والمخزون آمن ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين. وأوضحت الوزارة أنه جار صرف المقررات التموينية لشهر أكتوبر الجاري في محافظات الوجه القبلي بجانب صرف الشركة العامة للجملة السلع بمحافظات الوجه البحري، وأنه جار أيضا صرف السلع المدعمة للبقالين بالمحافظات تمهيدا لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية بالأسعار المحددة دون أي زيادات. كما نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن زيادة أسعار السجائر والتبغ نتيجة رفع الحكومة أسعار الضرائب عليها. وأوضح المركز أن وزارة المالية نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، حيث أنه لا نية في الوقت الحالي لفرض ضرائب جديدة على السجائر والتبغ. أيضا نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تفيد بوجود نقص في 1420 صنفا دوائيا نتيجة توقف بعض الشركات عن مد المستشفيات بالأصناف المطلوبة لعدم استيراد المواد الخام لارتفاع سعر التكلفة. وذكر المركز أن وزارة الصحة والسكان أكدت أن تلك الأنباء مضللة وغير صحيحة، موضحة أن عدد نواقص الأدوية التي ليس لها بدائل أو مثائل بالأسواق تبلغ 17 صنفا دوائيا فقط وليس 1420 كما يتردد. بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر مع مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر شيري كارلين تفعيل الاتفاقيات الموقعة والتي قيمتها 121 مليون و600 ألف دولار. وناقشت نصر خلال الاجتماع محفظة التعاون الاقتصادي الحالية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وموقف تنفيذ المشروعات الممولة في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية والتطور الإيجابي الذي يحدث لبرنامج المساعدات، من حيث موقف تنفيذ المشروعات وتفعيل الاتفاقيات الجديدة الموقعة بين البلدين. وأكدت شيري كارلين عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وحرص الإدارة الأمريكية على تقديم الدعم اللازم للشعب المصري. التقى وزير القوى العاملة محمد صعفان الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ووفد منظمة العمل الدولية الذي ضم كل من بيتر فانغوي مدير مكتب المنظمة بالقاهرة وآلان بولتن كبير خبراء بالمنظمة بجنيف لبحث سبل التعاون مع المنظمة ومناقشة الملف المصري. تم بحث نتائج مؤتمر تشغيل الشباب في شمال إفريقيا الذي عقد بمقر المنظمة مؤخرا وحضره كبار ممثلي الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والمنظمات العمالية. وأكد صعفان أن مصر أحرزت تقدما واضحا في التشريعات المتعلقة بالعمل والعمال، حيث انتهت من إعداد مشروعي قانوني العمل والتنظيمات النقابية بالتوافق مع معايير العمل الدولية، مشيرا إلى أن البرلمان يناقش حاليا المشروعين تمهيدا لاتخاذ إجراءات إصدارهما. كشف وزير المالية عمرو الجرحي عن زيادة الحصيلة الضريبية بمعدل نمو بلغ نحو 32%
لتبلغ 464 مليار جنيه خلال العام المالي 2016-2017، وذلك مقابل 352 مليار جنيه عن العام المالي 2015-2016. جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية بعدد من قيادات وموظفي مصلحة الضرائب المصرية، وهو اللقاء الذي أكد خلاله الوزير أهمية وضرورة تطوير العمل بكل المصالح الإيرادية مع توفير الإمكانيات والسبل كافة للعاملين بها للحصول على أداء متميز. وأوضح الجرحي أن الحصيلة الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي تخطت 100% من الحصيلة المستهدفة. كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة خلال 4 جلسات تداول بنسبة تغير أسبوعي بلغت 0.5%. وعبر الأسبوع ربح مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة تغير أسبوعي بلغت 3.19%. كما ربح مؤشر EGX100 لأوسان طاقة بنسبة بلغت 3.76%. وعبر الأسبوع سجلت تعاملات المستثمرين المصريين نسبة بلغت 74.77% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة قاربت 18%، فيما استحوذ المستثمرون العرب على نسبة 7% من تعاملات الأسبوع. أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن طرح المدينة النسيجية الثانية بمدينة بدر على مساحة 1,000,000 متر مربع، والتي تضم 198 قطعة أرض وتشمل أنشطة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصباغة. وسيتم سحب كراسة الشروط الخاصة بالطرح من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدءا من يوم الأحد الموافق 15 وحتى 19 من أكتوبر المقبل. قال الوزير إن المدينة النسيجية الأولى التي تم طرحها بمدينة بدر خلال شهر مارس الماضي على مساحة 1,000,000 متر مربع قد تم إنهاء إجراءات التخصيص، وسيتم إجراء القرعة العلنية على الوحدات التي تقدم عليها أكثر من مستثمر، وذلك يوم 11 من أكتوبر المقبل. نظمت النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج مؤتمرا لبحث التحديات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج ومتطلبات تطوير الصناعة والارتقاء بأوضاع العاملين بها. نتابع. تحت عنوان عمال النسيج يد تبني ويد تحارب الفساد، انطلق المؤتمر الحاشد لعمال الغزل والنسيج الذي تنظمه النقابة العامة للحديث عن خطة الحكومة لتطوير هذه الصناعة. والحقيقة سيتم طرح في هذا المؤتمر عدة محاور، منها ضرورة ضبط الأسواق من التهريب. للأسف الشديد السوق المصري أصبح سوق سداح مداح، على الحكومة أن تضبط هذا السوق، على الحكومة أن تضع استراتيجية حول ضرورة رفع الرسوم الجمركية على الواردات من الغزول والأقمشة والمنسوجات، لأن الحقيقة ما فيش دولة في العالم ما بتحميش صناعتها. يعني هو المؤتمر أساسا بيحس العمال على المرحلة اللي بتمر بها مصر النهاردة، وخاصة في حربها ضد الإرهاب، وإن الحرب ضد الإرهاب محتاجة مننا كلنا إن احنا نشتغل وننتج ونزيد الإنتاج، لأن طبعا حرب الإرهاب بتحاول بقدر الإمكان إنها تقلص فرصنا الاقتصادية، لكن العمال وعمال مصر بالأخص النهاردة بيتحدوا كل ده وبيقاوموا هذا الإرهاب الغاشم بإنتاجهم وبزيادة إنتاجهم. أكد رؤساء الشركات أن عمال النسيج دائبون على العمل لتطوير الصناعة ورفع معدلات الإنتاج رغم الظروف التي عاشتها هذه الصناعة، كما أيضا يتم البحث لرفع أجور العاملين وتطوير الآلات. منظومة الإنتاج بتعتمد على 3 أعمدة رئيسية، أول عنصر فيها هو العمال، وتاني حاجة الآلات، وتالت حاجة الإدارة. فالعمال ده لهم جزء كبير جدا وسند كبير لعملية الإنتاج،
وبالتالي احنا النهارده المؤتمر عنوانه هو التطوير. احنا فعلا دخلنا في مرحله تطوير بداناها منذ حوالي شهرين. عمال الغاز والنسيج يعني من اغلب العمال على المستوى الصناعات كلها. الاجور متدنيه، بيواجه صعوبات في البنيه التحتيه. يعني انت سيادتك، يعني احنا سافرنا بره دول كتير جدا وشفنا البنيه التحتيه، بتخش المصنع مفيش زغباره، مفيش هبوايه. حشد كبير للعاملين بقطاع النسيج في مصر تزين بهتافات تعكس مدى رغبة العاملين للارتقاء بالصناعة المصرية. إسلام جمال، أون لايف. أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قبيل عن طرح الدفعة الأولى من قطع الأراضي بالمرحلة الثانية بمشروع مدينة الجلود بالروبيكي بمساحة إجمالية تقدر ب 85 ألف متر، والتي تم تخصيصها لأنشطة الدباغة والصناعات الجلدية، وهو ما يمثل حوالي 30% من إجمالي مساحة المرحلة الثانية والتي تبلغ 280 ألف متر مربع. وقال الوزير إنه يجرى حاليا تنفيذ أعمال ترفيق المرحلة الثانية والتي بدأت منذ يناير الماضي، حيث من المقرر الانتهاء منها نهاية شهر مارس المقبل، لافتا إلى أن هذه المرحلة ستسمح باستيعاب جميع التوسعات المطلوبة للمصانع، فضلا عن إدخال الصناعات التكميلية وكذا منتجي الصناعات الجلدية ضمن هذه المرحلة للبدء في إنتاج المصنوعات الجلدية لتحقيق أهداف وخطة الوزارة بأن تكون الروبيكي تجمعا صناعيا متكاملا. حرب أكتوبر المجيدة حملت العديد من القيم والدروس ليس فقط على صعيد العلوم العسكرية واستراتيجيات الحروب، وإنما أيضا كان للتكامل الاقتصادي العربي واستخدام سلاح البترول العربي دورا مهما في تلك المرحلة من تاريخ الأمة العربية. لا يمكن لأحد إنكار الدور العربي في حرب أكتوبر من عام 1973، وخاصة موقف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في مرحلة الإعداد لحرب التحرير وأثناء المعارك، وكذلك الدعم اللوجستي لمواجهة آثارها. فبعد 11 يوما من عبور قواتنا لقناة السويس، قرر الملك فيصل أن يستخدم سلاح البترول في المعركة، فدعا إلى اجتماع وزراء البترول العرب الأوابك في الكويت، وهو الاجتماع الذي خرج بقرار خفض الإنتاج الكلي العربي بشكل فوري وبنسبة تجاوزت 5%، مع الاتفاق على خفض من الإنتاج كل شهر حتى تنسحب إسرائيل إلى خطوط ما قبل يونيو من عام 1967، وهو ما تزامن مع قرار 6 دول بترولية من الأوبك برفع سعر بترولها بنسبة 70%. وفي نفس الوقت قرر بعض الدول العربية حظر تصدير البترول كلية إلى الدول التي يثبت تأييدها لإسرائيل بما فيها الولايات المتحدة. وجاءت كل هذه القرارات لتجعل من البترول سلاحا يستخدمه العرب لأول مرة في وجه الولايات المتحدة التي لم تتوقف عن دعمها لإسرائيل. وردا على ذلك، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستدعم إسرائيل بأسلحة جديدة تفوق قيمتها ملياري دولار. وفي اليوم نفسه أعلنت الدول العربية حظر تصدير النفط تماما إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وعندما ظهرت آثار أزمة النفط في الولايات المتحدة ولدى حلفائها واضحة في الطوابير عند محطات التزود بالوقود وتصاعدت الأزمة، ليصدر وقتها قرار سري أمريكي بإيقاف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل اعتبارا من منتصف نوفمبر. وعندما هددت الدول الغربية باستخدام القوة للسيطرة على منابع البترول، لم تعبأ الدول العربية بتلك التهديدات، متمسكة بموقفها الداعم لمصر، بل وشاركت في معركة البناء. يدرك الأشقاء في الدول العربية دور مصر المحوري في الحفاظ على الأمن القومي العربي وحفظ التوازنات في المنطقة، بما يحافظ على مصالح الجميع ويخدم تطلعات الشعوب في إطار من التكامل والتعاون. الموقف العربي خلال حرب أكتوبر حول النفط من مجرد مصدر للطاقة إلى ورقة ضغط يمكن توظيفها في الحرب والسلم على حد سواء. كل عام وأنتم بخير. بالطبع، لمزيد من التفاصيل عن دور سلاح البترول في تحقيق النصر واستخدامه كسلعة استراتيجية كما ذكر التقرير لإحداث النصر، معنا عبر الهاتف المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق. أهلا بك باشمهندس مدحت. يعني دائما السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، لو تخبرنا ملامح استخدام هذا السلاح الاستراتيجي باشمهندس مدحت، إلى أي مدى كان وسيلة ضغط وكان فارقا لأحداث النصر في حرب أكتوبر؟ طبعا بالطبع كان سلاح البترول أحد الأسلحة المعاونة لمصر في الانتصار الكبير اللي حققته في حرب أكتوبر 73،
وكان موقف السعودية والإمارات على رأس الدول العربية بالمقاطعة التامة عن توريدات النفط للدول الداعمة لإسرائيل في حربها ضد الدول العربية مصر وسوريا. طبعا واضح جدا ان الاقتصاد الدول العالم كله بيتأثر بالطاقة، والطاقة هي يعني احد الدعائم الاساسية في اي اقتصاد لاي دولة في العالم، وبالتالي العرب عرفوا قيمة انهم اكبر مصدري النفط في العالم في هذا التوقيت بالذات، وكانت معظم دول اوروبا وامريكا بتعتمد على النفط العربي في تموين معامل التكرير الخاصة بهم لتصنيع الوقود اللازم للمحركات بكافة أنواعها. واضح جدا هنا تأثير، طبعا كان في بعض الدول الأخرى التي دعمت الموقف المصري في الحرب، لكن برضو نيجي نقول مصر استفادت إزاي، والتنسيق اللي تم بين قطاع البترول المصري وهيئة التموين والإمداد، القوات المسلحة وإدارة الوقود في تأمين الاحتياجات المحلية من الوقود اللازم لتأمين احتياجات الوقود أثناء الحرب في 73، وكان التنسيق بين هيئة البترول المصرية وقيادتها العظيمة في هذا التوقيت وتأمين المخازن المستودعات الرئيسية والمستودعات الاستراتيجية والمستودعات الفرعية وحتى مخازن الوحدات الفرعية للقوات المسلحة، وفي نفس الوقت تأمين الاحتياجات المحلية وتأمين احتياجات المصانع وتأمين احتياجات الدورة اللازمة للطاقة في مصر، كان دور عظيم جدا يشهد له العالم كله في كيفية إدارة هذه الحرب. باشمهندس مدحت، لأنه الوقت دائما قصير، إلى أي مدى يعني لا أعلم إن كان هذا السلاح سلاح البترول أو هذه السلعة فقدت بعضا من زخمها ربما ما نشاهده الآن، كيف تغير الحال وكيف تبدل، وهل يعني نستطيع أن نفعل ما كنا نفعله إبان حرب أكتوبر باستخدام هذا السلاح؟ بالقطع استفادت الدول الكبرى المستهلكة للطاقة وخصوصا المستهلكة للبترول من هذا الموقف، وبدأت في بناء استراتيجية جديدة. بالضبط. طبعا بدأت في إنشاء مستودعات تخزين كبيرة ضخمة جدا، المستودعات دي سواء في تحت الأرض باستخدام التجاويف اللي موجودة في الجيولوجيا الأرضية باسمها الكهوف التخزين، بتأخذ كميات كبيرة جدا، أصبح يعني عملوا احتياطاتهم ان هم يستطيعوا ان يتحملوا قطع الامدادات البترولية سواء من الدول العربية او يعني اكبر دول، يعني بصفة ان الدول العربية هي اكبر الدول المصدرة للبترول في العالم، وبالتالي استطاعوا ان هم يقدروا امنوا احتياجاتهم لفترات طويلة جدا تأمنهم من لحين اتخاذ اجراءات داعمة لموقفهم من توفير امداداتهم من الطاقة. طبعا هنا لعبوا دور تاني ان هم الوقيعة بين الدول المصدرة والدول المنتجة، واضح طبعا واضح جدا الحرب الحالية كمان، مش بس كده، لان نتيجة إيقاف توريدات البترول والتنقص الشديد جدا في الطاقة ارتفعت أسعار الخام بنسبة تصل إلى 300% في هذا التوقيت. النهاردة لا، الحرب رجعت تاني إن هم إزاي يخفضوا تلك الأسعار لمعدلاتها الطبيعية زي طبقا لرغبات الدول المتحكمة في صناعة النفط والطاقة وتداوله. نعم. يعني أصبحت هناك حرب فعلية حاليا تدور دائرتها على مستوى كافة المستويات. هم يعني بيعرفون جيدا كيف يستفيدون من دروس الماضي، يعني نستطيع أن نقول للأسف. أنا بشكرك شكرا جزيلا باشمهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، شكرا لك. نشرتنا مستمرة مشاهدينا الكرام، وفيها بعد هذا الفاصل: الهيئة القومية للبريد توقف إصدار دفاتر التوفير الورقية. التخطيط تعتمد 245 مليون جنيه لتطوير القرى الأكثر احتياجا. أهلا بكم
بكم من جديد مشاهدينا الكرام أينما كنتم. وقال نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية لشؤون التنمية الإقليمية والتكامل وتقديم الخدمات خالد شريف، قال إن مشروع آيوكس يدعم ريادة الأعمال في مجال المخلفات وإعادة تدوير المخلفات أيضا. وأشار إلى أن البنك الإفريقي للتنمية يعمل على تحفيز النمو المستدام والتقدم المجتمعي والمساهمة في الحد من الفقر في البلدان أعضاء البنك من خلال التركيز على 5 محاور رئيسية، وهي الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتوفير البنية التحتية لتوفير الكهرباء وإنارة إفريقيا والنهوض بالصناعة، بالإضافة إلى التكامل بين الدول الإفريقية وتحسين سبل المعيشة للمواطن الإفريقي. كان البنك الإفريقي للتنمية قد نظم مائدة مستديرة للشباب حول مشروع النمو الأخضر لإدارة المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر. معنا للمزيد من المتابعة حول هذا التعاون بين مصر والبنك الأستاذ خالد شريف، رئيس أو نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية لشؤون التنمية الإقليمية والتكامل. أهلا بك أستاذ خالد. بداية يعني نريد أن نفهم ما الذي دار هنا في مصر حين زيارتكم لها، وما هو برنامج آيوكس الذي ذكرته، أو ربما يعني لا أعلم إن كنت أنطقه بشكل صحيح أصلا أم لا. أشكرك يا فندم على اللقاء. في الحقيقة تم إجراء عدد من اللقاءات الهامة مع الحكومة المصرية في الموضوع اللي حضرتك ذكرتيه، وعلى رأسها لقاء السيد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل. وأكدنا خلال اللقاء على أهمية العلاقات بين مصر والبنك خلال الفترة المقبلة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تعمل مصر على تنفيذه، والتزام البنك الكامل بدعم جهود الحكومة المصرية للإصلاح وتحقيق التنمية المستدامة. كما أجرينا لقاء مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي دكتورة صح نصر لبحث مجالات العمل في الفترة المقبلة، وتأتي هذه الزيارة في إطار تطور علاقات التعاون بين البنك ومصر وما تقوم به مصر من إجراءات اقتصادية جريئة وخطوات قوية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وتعتبر هذه الزيارة هي الأول ليا بعد ما أن توليت منصب نائب رئيس البنك في نهاية العام الماضي. وتم خلال الزيارة بحث برنامج التعاون بين البنك ومصر وتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية في السنوات المقبلة، وكذلك ما يتعلق بصرف الشريحة الثالثة من صحيح سنأتي على ذكرها أستاذ خالد، ولكن ما يهمني هنا وواضح طبعا من دوركم هو أنتم معنيون بالمخلفات وإدارة المخلفات، وهذه طبعا يعني ملف مهم هنا في مصر. ما هي تحركاتكم على الأرض؟ والله تحركات على الأرض ده حضرتك ذكرتيه، أن احنا عندنا مشروع ب 150 مليون دولار مشروع أبو رواش في هذا المجال، وده بإذن الله في تنفيذه هيساعد في البنية الأساسية لتحقيق تقدم في هذا المجال. نعم، الشريحة الثالثة التي جئت على ذكرها متى ستصل إلى مصر من هذا البنك؟ إن شاء الله فإنه هتوصل 1 يناير بقيمة 500 مليون دولار. صحيح. ودي ثالث شريحة وبإجمالي مليار و500 مليون دولار. وصرف الشريحة الثالثة هي آخر شريحة لدعم الموازنة، وإن شاء الله هتوصل 1 يناير. طيب أيضا علمنا بأن هناك إطلاق لأول بورصة لتبادل المخلفات الصناعية، لو تذكر لنا التفاصيل وما هي المقصود بالمخلفات الصناعية هنا. المقصود حضرتك بالمخلفات الصناعية زي ما حضرتك عارفة المخلفات الصناعية بتأتي من أكتر من شيء، بتيجي من نوعيات مختلفة، والبرنامج بيقتص على إن هو ياخد المخلفات دي ويحولها إلى أشياء ممكن تعاد استخدامها في المجتمع بصفة عامة. وبندور على الافكار الممتازه من الشباب المصري اللي هو يمتلك افكار جديده، وهذا اللي ظهر في المشروع، حيث قام بعض الشباب المشاركين في المشروع افكار جديده، ومنها تصنيع مشروبات الطاقه عاليه البروتين من النفايات الزراعيه، وانتاج الدقيق من بذور الفاكهه، استخراج الوقود من الزيت المعاد تدويره،
وفضلا عن تصنيع الحبر من الإطارات المستعملة. هنا لكي أفهم أكثر يعني بشكل أوضح، هنا تبادل بين من ومن؟ بين الشباب وبين البنك، وإن البنك بيقدم تسهيلات عشان المشاريع الشباب والأفكار دي تتحول إلى شيء ملموس. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ خالد شريف نائب رئيس البنك الإفريقي لشؤون التنمية الإقليمية والتكامل، كنت معنا عبر الهاتف. طبعا تمتاز مصر بتنوع المقاصد السياحية ومنها السياحة الدينية، ويعد مسار العائلة المقدسة بمحطاته المختلفة فرصة لجذب العديد من السائحين من مختلف دول العالم، خاصة في ظل استثمار العلاقات المتميزة بين مصر والفاتيكان، لا مال الأخير من ثقل عالمي خاصة وسط المسيحيين الكاثوليك. طبعا نتابع. كرم الله أرض الكنانة مصر وباركها، حيث عاش وعبر على أراضيها الأنبياء والرسل، فمن بيت لحم في فلسطين إلى وادي النيل بمصر، قطعت العائلة المقدسة رحلة الشقة التي اجتازت بها براري ووديانا وجبالا وصحارى وعرة استمرت قرابة 3 سنوات بمسافة تقارب 2000 كيلومتر، تركت فيها العائلة مزارات دينية وسياحية. وتكريما لمكانة مصر في احتضان رحلة العائلة المقدسة، بارك البابا فرانسيس بابا الفاتيكان للمرة الأولى الأيقونة الخاصة برحلة العائلة المقدسة في مصر لاعتمادها ضمن رحلات الحج المسيحية، وذلك خلال القداس الذي حضره وزير السياحة يحيى راشد والوفد المرافق له. أرحب بمودة بالحاضرين الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالوفد القادم من جمهورية مصر العربية لمباركة الأيقونة الخاصة بهروب العائلة المقدسة إلى أرض مصر للفرار من بطش وظلم الملك هيرودس. إني أتذكر بمودة زيارة الرسولية لأرضكم الطيبة ولشعبها الكريم، الأرض التي فوقها عاش القديس يوسف والعذراء مريم والطفل يسوع والكثير من الأنبياء، الأرض المباركة عبر العصور من دم الشهداء والأبرار الثمين، أرض التعايش والضيافة، أرض اللقاء والتاريخ والحضارة. ليبارككم الرب جميعا ويحرس وطنكم ومنطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره من كل شر ومن كل إرهاب ومن الشرير. وتعد مباركة البابا فرانسيس بمثابة دعوة للحجاج الكاثوليك حول العالم لزيارة محطات رحلات العائلة المقدسة، حيث بدأت من فلسطين إلى مصر عبر طريق العريش ووصلوا إلى مصر القديمة، ثم تحركوا نحو الصعيد وصولا إلى الدير المحرق بأسيوط، ومكثوا به نحو 190 يوما، ثم عادوا للشمال مرورا بوادي النطرون، واجتازوا الدلتا مرورا بسخا، ثم وصلوا طريق العودة عبر سيناء إلى فلسطين مرة أخرى. مصر بلد الرسل والأنبياء قام بإحياء برنامج رحلة العائلة المقدسة وتحويله إلى برنامج سياحي متكامل يحتوي على 25 مسارا، يبدأ بثمان نقاط كمرحلة أولى، ويشمل كنيسة أبو سرجة بمجمع الأديان، وكنيسة العذراء بالمعادي، وكنيسة وادي النطرون، وكنيسة جبل الطير بالمنيا، ودير المحرق ودير درونكا بأسيوط، وكنيسة الزيتون بالمطرية، لتكون البداية لتنظيم رحلات لزيارة الأماكن التي تم تحديدها لمسار العائلة المقدسة. بالصوت والصورة بينضم إلينا للمزيد طبعا الأستاذ محمود كمال المدير التنفيذي لشراكة السياحة والفنادق. أهلا بك أستاذ محمود إلى هذه النشرة وعلى شاشة أون لايف. بداية، مباركة الأيقونة الخاصة برحلة العائلة المقدسة، ما معنى هذا الكلام؟ الحقيقة بنهني الشعب المصري لأن دي إنجاز كبير جدا لمصر، إن هي من سنوات طويلة وإحنا بنحلم إن يبقى مسار العائلة المقدسة برنامج سياحي. بنتكلم على مليار و300 مليون سائح منتظرين من جميع أنحاء العالم إن هم يزوروا مصر إن شاء الله في القريب العاجل، اعتبارا من يناير اللي جاي إحنا بنبدأ في تجهيزات اوريدي. يعني هي بالفعل تبع يعني مباركة بابا الفاتيكان للرحلة المقدسة واعتمادها انها رحلة معتمدة للحج لكل الكاثوليك اللي موجودين على مستوى العالم، ده انجاز عظيم يحسب للقيادة السياسية
وبنهني القادة السياسية وبنهني الشعب المصري كله باحتفالات اكتوبر، لان هي جايه متزامنه معاها الحقيقه حلم من احلام القطاع السياحي. بنهني القطاع السياحي كله، هي يعني الحقيقه انجاز عظيم عظيم عظيم. الايقونه اضافه لمصر ان احنا بنبدا نفعل مسار العائله المقدسه في مصر من القاهره لحد اسيوط والعوده، الحقيقه انجاز ضخم طيب. جدا وهايل يعني. طيب استاذ محمود، كيف سيتم استثماره؟ يعني ما الذي سيكون من تجهيزات على الارض؟ التقرير ذكر بانه هناك في برنامج سياحي متكامل سيكون، لو تذكر لنا تفاصيله لو سمحت. الحقيقه المسار العائله المقدسه هو بيمر ب 25 نقطه مقسمه على محافظات بتبدا من القاهره لحد اسيوط، مرورا ب يعني عندنا وادي نطرون وعندنا رفح وعندنا القاهره وعندنا مزارات كتيره جدا ونقاط كتيره جدا. ولكن هيبدا البرنامج باذن الله اعتبارا من يناير القادم في سبع نقاط، دي مرحلة أولى سبع نقاط، وبعد كده بنجاح السبع نقاط الأولية هيتم استثمار النقاط الأخرى بما في فترة قريبة إن شاء الله. إحنا مستعدين بإذن الله من ناحية التجهيزات، عندنا كل الإمكانيات اللي موجودة من فنادق استقبال السائحين، عندنا إمكانيات الشركات السياحية، عندنا كل الأماكن اللي نقدر نستقبل بيها، عندنا المطارات وتجهيزاتها، عندنا الأمن موجود، والطفرة اللي حصلت في المطارات والأمن في المطارات، كل ده الحقيقة بيعد إنجاز كبير هنقدر نستثمره استثمار كويس جدا. ده يعني نوع من الترويج القوي جدا لمصر انه يفعل على الارض ويبقى محسوب لمصر ان احنا بدأنا بالفعل، وخطة زمنية بتقول ان احنا هنبدأ من يناير. الفترة اللي جاية هتشهد حركة بإذن الله قوية جدا، لأن ده حلم برضو للسائحين الأجانب إن هم يجوا ويزوروا مصر ويشوفوا المسار العائلة المقدسة اللي هم ما حدش كان بيفعله بنفس الأسلوب ده. عظيم. وبالتالي أنتم كيف بتتوقعون أن يعني حضرتك ذكرت إنه مليار و300 مليون بينتظرون، يعني هل كل هذا العدد سيأتي أم أنه أنتم كيف تتوقعون يعني رقم السياحة العام المقبل إن شاء الله؟ إحنا بنتوقع دايما لما بيبقى عندنا إجمالي مليار و300 مليون هنود سائح، مش كلهم بنفس الأعمار، مش كلهم بنفس الـ يعني احنا بنستهدف العدد الكبير، ولكن احنا لو بس قلنا هيجي لنا أول سنة 1% او 2% ده معناه ان احنا بنتكلم في 10 مليون سائح، فده عدد يعمل طفره كبيره جدا للسياحه في مصر ويحركها بسرعه جدا، ودي هتعمل نقله للقطاع السياحي كله، هيشغل ناس كتيره جدا. عظيم. هيرجع العماله اللي تسربت من مصر. اخيرا وسريعا استاذ محمود، عفوا لان وقتي ضيق، ماذا ايضا حضرتك قلت انه هذا البرنامج كان منذ الازل وانتم يعني بتحلمون به، ماذا ايضا من مناطق تريدون يعني تنشيطها سياحيا؟ الحقيقه هو المسار العائله المقدسه طبعا هايل جدا، لو بيمر بالاماكن، احنا بنتكلم على القاهره بنتكلم على الجيزه، هتبقى المسار داخل فيه المزارات السياحيه الاثريه، ده يعني جنبا الى جنب. احنا بنحلم برضو ان احنا سياحه المؤتمرات اللي بنفتقدها عايزين نرجعها تاني، بنحلم ان احنا بقى عندنا المواقع الالكترونيه القويه جدا اللي تعمل نقله لمصر برضو، والمعارض بنحلم ان احنا يبقى عندنا المعرض المصري او البورصه المصريه من خلال هيئه تنشيط سياحه وزاره السياحه تكون هي القائمه عليه، وان شاء الله يبقى شكل مصر يختلف حضاريا ويعني شكرا وسياحيا. انا بشكرك، شكرا جزيلا استاذ محمود كمال المدير التنفيذي لشراكه السياحه والفنادق، كنت معنا بالصوت والصوره، شكرا لك.
قررت الهيئة القومية للبريد وقف إصدار دفاتر التوفير الورقية للعملاء واستبدالها ببطاقات إلكترونية بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية اعتبارا من أكتوبر الجاري. وذكرت الهيئة في بيان أن القرار جاء عقب نجاح التجربة على قطاعي القاهرة والجيزة. وأعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد عصام الصغير أن الهيئة بدأت التحول التدريجي لاستخدام البطاقات الإلكترونية بقطاعي القاهرة والجيزة منذ أغسطس الماضي. وبعد نجاح المرحلة الأولى قررت الهيئة تعميم القرار على مستوى الجمهورية، وذلك لإتاحة الفرصة لعملاء البريد للاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني. اعتمدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري 245 مليون جنيه لمشروع تطوير القرى الأكثر احتياجا في مختلف البرامج والمشروعات. وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد إن مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجا يأتي في ضوء مراعاة حقوق الفئات المهمشة والأكثر فقرا، وذلك عبر العمل على تحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرا وتهميشا. أضافت السعيد أن هذه الاستثمارات موزعة حسب المحافظات الأكثر احتياجا، وهي 6 محافظات: المنيا والبحيرة وأسيوط وسوهاج والشرقية وقنا. هذا فاصل سريع قبل أن نعود لنتابع. روسيا والسعودية تدرسان الاستثمارات في 25 مشروعا. أهلا بكم من جديد. أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وصندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرسان إمكانية الاستثمارات في 25 مشروعا في العديد من المجالات. وقال نوفاك في كلمة أمام المنتدى الاستثماري الروسي السعودي في موسكو أن الصندوق الروسي للاستثمارات وصندوق الاستثمارات العامة السعودي يقومان بمشاريع حاليا بأكثر من مليار دولار. من جانبه قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن روسيا والسعودية اتفقتا على إنشاء لجنة مشتركة للتعاون في مجال السكك الحديدية والتقنيات. ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال التعاملات الصباحية تزامنا مع ارتفاع المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، حيث سجل عيار 18541 جنيها، كما سجل عيار 21631 جنيها للجرام، وسجل عيار 24721 جنيها للجرام، وبلغت قيمة الجنيه الذهب 5053 جنيها. ارتفعت أسعار المعادن في الأسواق العالمية بنحو شبه جماعي خلال منتصف التعاملات، حيث ارتفع سعر أوقية الذهب بنسبة بلغت 3% ليسجل 1280 دولارا و60 سنتا، وزاد سعر أوقية الفضة بنسبة 28% ليسجل مستوى بلغ نحو 16 دولارا و67 سنتا. وصعد خام النحاس بنحو 69% ليسجل 297 دولارا و95 سنتا للرطل. ارتفعت أسعار النفط بنحو شبه جماعي أيضا خلال تعاملات اليوم، فزاد خام برنت بنحو 7% ليسجل 55 دولارا و19 سنتا للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس بنسبة 20% ليسجل 50 دولارا و8 سنتات للبرميل، فيما هبط وحيدا خام الغاز الطبيعي بنسبة 14% ليسجل نحو $2.94 سنتا للمليون وحدة حرارية. مالت مؤشرات البورصات العربية للانخفاض بنحو شبه جماعي بنهاية التعاملات، فتراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 36% ليسجل 7259 نقطة ونحو 50 نقطة. كما هبط المؤشر السعري لبورصة الكويت بنسبة بلغت 45% ليسجل 6662 نقطة ونحو 20 نقطة. انخفض أيضا مؤشر سوق دبي بنسبة بلغت
نمت 21% ليسجل 3591 نقطة ونحو 20 نقطة. كما هبط مؤشر بورصة أبو ظبي بنسبة بلغت 44% ليسجل 4400 ونحو 14 نقطة. فيما زاد مؤشر بورصة البحرين بنسبة طفيفة لم تتعدى 0.1% ليسجل 1200 ونحو 74 نقطة. وإلى أسواق المال الآسيوية والتي صعدت مؤشراتها بنحو جماعي في نهاية التعاملات الصباحية. ففي بورصة طوكيو ارتفع مؤشر نيكي 225 بنسبة طفيفة لم تتعدى 0.1% ليسجل 20628 نقطة ونحو نصف النقطة. أما في بورصة هونغ كونغ فزاد مؤشر هانغ سينغ بنسبة 73% ليسجل 28379 نقطة ونحو 5 نقطة. فيما تعطل التداول في بورصة شانغهاي بمناسبة الأعياد القومية للصين واحتفالات فصل الخريف. في النهاية دائما بنذكر بأهم ما جاء في هذه الساعة الاقتصادية. مركز معلومات مجلس الوزراء ينفي التزام الحكومة إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود. طرح المدينة النسيجية الثانية بمدينة بدر على مساحة مليون متر. ارتفاع حصيلة الضرائب إلى 464 مليار جنيه خلال العام المالي 2016-2017. أشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام. كان لنا هذا اللقاء في هذا اليوم طبعا التاريخي والاحتفال بمناسبة 6 أكتوبر حرب أكتوبر المجيدة. بشكركم شكرا جزيلا ويوم الأحد لنا لقاء. شكرا لكم.